الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول الباب الثالث: في كون الأصل النقلي مستمر الأحكام. هذا الباب الثالث، وهو يتعلق بشرط من شروط قبول الدليل الذي يستدل به المستدل، أن يكون مستمر الأحكام. ومعنى كونه مستمر الأحكام أنه غير منسوخ، أن حكمه مستمر وباق. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صدر الكتاب شروط الاستدلال بالدليل: أن يكون صحيح السند، واضح الدلالة، مستمر الأحكام، سالما من المعارض الراجح أو المساوي. أما صحة السند فقد عقد له بابا وقد مضى، وعقد لاتضاح الدلالة بابا طويلا وقد مضى، وهذا الباب الثالث. ومعناه أنه غير منسوخ، فلنتكلم في النسخ. النسخ في اللغة العربية يأتي بمعنى الرفع والإزالة. تقول العرب: نسخت الريح الأثر إذا أزالته وغيرته. الرفع والإزالة، ومنه تناسخ القرون وتغيرها وتبدلها. ويأتي بمعنى النقل: نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى موضع ومحل آخر. نسخت هذا الكتاب إذا نقلت حروفه. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نكتب. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين، فمن أشهر التعريف ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، فهو رفع حكم شرعي. فنسخ لا يكون إلا برفع حكم شرعي لا حكم عقلي ثابت بالبراءة الأصلية. فالنقل عن البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، وإلا لأدى ذلك إلى تسمية جل الأحكام نسخا. لا، هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي، فنسخ لا يكون إلا بنص من الكتاب أو السنة. وسيأتي جواز النسخ بالإجماع، لأن الإجماع ليس ناسخا بنفسه السلام ورحمة الله، ولكنه ناسخ بالدليل الذي تضمن ذلك الإجماع. وأما القياس فسيأتي الخلاف فيه: هل يصح النسخ بالقياس؟ والجمهور على منع النسخ بالقياس، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس كما قال في المعارف. فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، حتى يخرج بذلك ما كان من باب الغاية في دليل واحد، هذا لا يسمى نسخ. ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا دخل الليل فلا صيام، هذا ليس نسخا، لأن هذا الرفع أو بيان الانتهاء وقع في الدليل نفسه وليس بدليل منفصل متراخ. وينحصر الكلام فيه في مقدمة تشتمل على شرح حده، وفيها يهم ويكثر تداوله بين الفقهاء من مسائله. أما المقدمة فاعلم أن حد النسخ
رفع الحكم الشرعي حد النسخ أي تعريفه كما مضى معنا. رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر عنه، وقيل انتهاء الحكم الشرعي، وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب. فهو أشار إلى الخلاف في تعريف النسخ، هل هو رفع أم انتهاء أو بيان انتهاء؟ هذا فيه الخلاف. بعض الأصوليين عدد من الأصوليين يذهب إلى أنه رفع، هو اختيار أبي بكر الباقلاني وغيره، لأن الناسخ رفع وأزال حكم المنسوخ. ومن أدلة ذلك أن الأول يقع، أن الأول لا اعتبار له إذا ورد الثاني، إذا جاء الثاني فالأول لا عبرة به فكأنه ملغي، فهذا يعني أن الثاني رفعه وأزاله. طائفة قالت لك لا لا، ليس رفعا وإنما هو بيان انتهاء الحكم الأول، فالنسخ هو إنهاء الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي، إنهاء وليس رفعا، إذ الشيء الأول قد تقرر وثبت فما وجه رفعه، وإنما ذلك الذي تسمونه رفعا هو بيان أمد انتهاء الحكم، الحكم الأول انتهى إلى زمن كذا والآن حكم آخر، فلم يرفع الحكم الأول في محله وموضعه وزمانه. الذين قالوا بالانتهاء، أو كثير منهم أو بعضهم قالوا بالانتهاء دفعا للبداء، قالوا بالانتهاء دفعا لتوهم البداء. كيف البداء؟ كاين طائفة تذهب إلى أنه لا نسخ في الشريعة، كاش قاع النسخ، قال لك لأن النسخ يلزم منه البداء. ما معنى البداء؟ أن الله لم يعلم بشيء ثم علم به، يعني شرع شيئا ثم بدا له أن يغير، وهذا يتبع العلم، فهو لا يبدو له أن يغير إلا إذا تجدد له علم، والله تعالى منزه عن ذلك. لكن قولوا التعبير بالانتهاء أقرب إلى دفع البداء، يعني شرع هذا إلى مدة وانتهى ثم شرع حكم آخر. والتحقيق أن القول بالرفع لا يستلزم القول بالبداء، لأن مدار تشريع الأحكام كلها في أي زمان أو مكان على الحكمة، مدار التشريع هو على الحكمة، فله سبحانه وتعالى أن يشرع حكما في زمان معين ثم يرفعه في زمان آخر. فالقول بأنه رفع لا يلزم منه البداء. احنا على كل حال في كتاب متوسط، ولم نقصد التوسع، ولو أردنا التوسع في هذه المباحث الأصولية في الكتاب لأخذ منا ذلك سنة أو ما يزيد على السنة، لكن المقصود هو الشرح المتوسط والتعليق المختصر على هذا الكتاب على وجه يقرب مضامينه ويشرح عناوينه ويحل مقفله ويوضح مشكله ويقيد، وقلنا يوضح مشكله ويقيد مهمله. قال سيدي عبد الله رفع لحكم او بيان الزمني بمحكم القران او بالسنني، جمهور العلماء على ثبوت النسخ في الشريعه، قوله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. هناك طائفه ذهبت إلى تفسير الآية بالمعجزة، ها هنا ما نسخ من آية أي من معجزة، وهذا قول يعني محل نظر كبير، والصحيح مذهب الجمهور نعم، ولثبوت النسخ في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث. قل وما يتوهم من الإشكال فهو مدفوع. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب أن حقيقته الرفع، والفرق بينهما في المثال أن من استأجر دارا سنة فتمت السنة فيقال قد انتهى عقد الإيجار. أراد أن يقرب لك الفرق بين الرفع والانتهاء. من أجر دارا إلى سنة فانتهت السنة لا يقال رفع الإيجار، يقول انتهى الإيجار، أمد الإيجار انتهى، وفي النسخ أمد الحكم شرع إلى هذا. وأما إذا هدم البناء وش يقول؟ ولا يقال ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل ارتفع العقد ولا يقال انتهى. ارتفع العقد
ولا يقال انتهى ذلك العقد، لأنه وقع ما يوجب إيقافه وانقطاعه. الرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه. هناك لوازم لكل من المذهبين، القول بأنه رفع مغاير للقول بأنه انتهاء أو بيان انتهاء. أنت إذا جعلته رفعا فستشترط في الرافع شروطا تليق بالرافع، لأنه لابد للرافع أن يكون أقوى منه من المرفوع حتى يرفعه ويزيله. وأما إذا قلت هو بيان، فالبيان لا يشترط فيه ما يشترط في الرافع. وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، لأن المنتهي ينتهي بنفسه، ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه. المنتهي ينتهي بنفسه هذا على العموم، لكن في هذا الباب هو لا ينتهي بنفسه، ينتهي بالدليل المتأخر الثاني، هو الذي يبين أن الأول قد انتهى أمده. ينتهي بنفسه هذا عموما، هذا في شأن ما ينتهي، شأن ما له أمد أنه ينتهي بنفسه، لكن في الباب الذي نحن فيه، في باب النسخ، هو لا ينتهي بنفسه. لولا الدليل الثاني لكان الأول باقيا مستمرا، لولا الناسخ لكان المنسوخ باقيا مستمرا. هنا ينتهي بدليل يبينه ذلك الانتهاء. زيد. وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني، هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا؟ مسألة مشهورة، هي مسألة مبنية على مسألة. المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل للأول حتى تنكح زوجا غيره. إذن بعد طلاق الثلاث إذا تزوجت زوجا ثانيا زواجا تاما وكان الجماع ثم طلقها حلت الأول، إذا حلت للأول تكون العصمة جديدة، له أن يطلقها مرة واثنين وثلاث، خلاص صح. إذا طلقها مرة ولا مرتين فقط وبانت منه وتزوجت غيره ودخل بها ذلك الثاني ثم طلقها ورجعت للأول، هل ترجع بعصمة جديدة؟ فله أن يطلق مرة ومرتين وثلاثة، ولا ترجع بالعصمة القديمة؟ فإذا كان طلقها قبل الزواج الثاني مرة بقيت له طلقتان، وإذا كان طلقها مرتين قبل الزواج الثاني كم بقي له؟ طلقة واحدة. هذا من جملة ما يبنى على هذه المسألة. قول الجمهور يقول ترجع على العصمة القديمة، على العصمة القديمة. الأحناف يقولوا لا، الأحناف يقول لك ما دام قد رفع هذا، ما دام الزواج الجديد يهدم الثلاث فهدمه لما دونها من باب أولى. الجمهور يرد يقول لك يهدم الثلاث حيث بلغت الطلقات ثلاثة، أما دون ذلك فليس لدينا نص في الهدم. زيد. فأصحابنا يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونه. واضح، كونه غاية للثلاث لا يعني أنه غاية لما دونه، وهذا محل تردد أصلا. أنا بيني وبينكم مذهب الأحناف عندي قوي شوية. والحنفية يقولون هو الرافع لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رافعا للأقوى كان رفعه لما دونه أولى. شوفوا شو باللي قوي شوية. زين. وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعيا، لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية. شرحنا هذا، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست شرعية. الأصل في الأشياء قلنا الإباحة على مذهب الجمهور، فإذا جاءنا حكم جديد في مسألة لا نقول هذا ناسخ للبراءة الأصلية، لأن النسخ يكون بين شرعيين، النسخ يكون بين شرعيين، يعني يرفع الحكم الشرعي الأول بدليل شرعي ثاني. وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون نسخا. أما إذا ارتفع بدليل عقلي يعني لم يأتي دليل شرعي صريح،
وإنما دل العقل على ارتفاعه، فهذا لا يسمى نسخا كذلك. كما لو كان المكلف نائما أو جنة فإن الحكم يرتفع بذلك وليس رفعه بدليل شرعي بل عقلي. هنا وصف العقل يعني فيه بحث أنه هذا الحكم ثبت بدليل شرعي، رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. لكن جعل هذا من باب النسخ أصلا محل بحث، جعلوه من باب النسخ محل بحث، لأن من شروط النسخ كما سيأتي العلم بالمتأخر والمتقدم، هذه قاعدة عامة، شرط التكليف الأهلية، ومتى ما انتفت الأهلية فلا تكليف. فإدخاله ها هنا كأنه من باب استكمال الصور أو تتبع القسمة ونحو هذا، واضح؟ يعني هو كأنه لما ذكر أنواع ذلك الرافع، قد يكون شرعيا قد يكون يعني هو كأنه إخراج لما لا يتناوله التعريف. لكن هذا تقريب المسألة، هو حكم عقلي يحكم العقل به لكن استنادا إلى دليل شرعي عام. هنا صح، واحد راه يصلي ثم جن، ثم جن، هو ارتفع عنه التكليف، هل يسمى هذا نسخا؟ هذا لا يسمى نسخا، خلاص. طيب لماذا ذكره هنا؟ لأنه يشبه النسخ، لأنه حكمه أنه مكلف، فإذا فقد الأهلية ارتفع عنه التكليف، هذا وجه كونه نسخا. لكن الشأن في النسخ غير هذا، النسخ عند الأصوليين تقدم أنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه على وجه لولاه كان الأول ثابتا. وإنما اشترطنا أن يكون متأخرا عن الحكم تحرزا من الغاية، تحرزا من الغاية وسائر المخصصات والمقيدات المتصلة. فإنها لا تكون ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال بأن فريضة الصيام قد نسخت في حقه لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. واضح، هذاك ليس من باب هذاك من باب التخصيص، من باب تخصيص، تخصيص بالغاية فهذا أو تقييد بالغاية ثم أتم الصيام إلى الليل. أيوة، فهذا تمام المقدمة، فلنتكلم على المسائل. المسألة الأولى، الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية. الجمهور عندهم الزيادة على النص ليست من باب النسخ وإنما هي من باب البيان. إذا جاءنا نص مطلق أو نص عام ثم جاء نص آخر فيه زيادة، تلك الزيادة تقتضي تخصيصا أو تقتضي تقييدا، هذا عند الجمهور من باب البيان، من باب البيان، فيحمل المطلق على المقيد بشروطه ويحمل العام على الخاص إذا استوفى شروطه وهكذا. أما عند الأحناف فيعدون الزيادة على ذلك النص من باب النسخ، ووجه القول بالنسخ عندهم أن النص الأول بعد ثبوت الزيادة يصير غير مجزئ، فكأنه ملغى على الوصف الذي كان عليه، فلا يجزئ إلا بالقيد الذي زادته الشريعة، فكأنه على ما هو عليه غير معتبر، ولذلك هو نسخ. هذا عند الأحناف. الجمهور يقول هذا ليس نسخا، يقولون هو ليس نسخا في الحقيقة بل حكم ثابت مستقر زاد فيه الشارع الحكيم، وللشاعر الحكيم أن يعني يزيد ما يشاء حسب ما تقتضيه المصلحة. ومسألة الزيادة على النص مسألة فيها تفصيل كبير، لأن هذه الزيادة وهذا القدر الزائد إما أن يكون من جنس المزيد عليه أو من غير جنسه. قالوا إذا كان من غير جنسه فلا خلاف في أنه ليس نسخ، إذا كان هذا الزائد ليس من جنس المزيد عليه. آيات فيها أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الزيادة وآتوا الزكاة، هذا ليس من النسخ بالإجماع بلا خلاف، حتى الخلف فيه غير معتبر.
هذا بلا خلاف. البحث إذا ما كانت الزيادة من جنس المزيد عليه، إذا كانت من جنس المزيد عليه، وهذا هي يقسمها الأصوليون إلى قسمين، تكون تلك الزيادة على تلك الزيادة التي هي من جنس المزيد عليه، إما أن تكون مستقلة وإما أن تكون غير مستقلة، ها؟ إما أن تكون مستقلة عنه وإما أن تكون غير مستقلة. فإذا كانت مستقلة تحقيق أنها ليست نسخا كذلك، ما هيش نسخ، كما لو فرضنا أن يزاد على الصلوات الخمس صلاة سادسة، هذه مستقلة فوقع وحدها، واضح؟ أما الزيادة التي هي من جنس المزيد عليه حالها أنها غير مستقلة تلازم الأول لأنها وصف يقيده كما استأذنت، هذه اللي فيها الخلاف، والجمهور يقولوا بلي ليست نسخا، والأحناف يقولوا هي نسخ، وبعض المحققين يقولوا هذا الأخير فيه التفصيل، قالوا إذا كانت تلك الزيادة تقضي تغييرا في المزيد عليه على وجه لا يقبل به على حاله فهي نسخ، وإذا كانت لا تقتضي تغييرا فليست بنس. أظن هذا ذكره الغزالي والرازي وجماعة، نحن متمسكون بأهداب الجمهور، لأنه حتى من حيث النظر لا مانع الشارع، يعني لو سلكنا هذا المسلك لألغينا جل التخصيصات والتقييدات ولعد هذا بابا ومنفذا يدخل منه لإهمال كثير من الأحكام الشرعية المقيدة أو المخصص. الخلاصة أنه الزيادة ليست نسخا، وحتى لو فرضناها نسخا فلا نسلم بتلك اللوازم التي جنح إليها الحنفية من اشتراط الأقوى حتى يرفع ما هو واضح، حتى تلك اللوازم فهي غير لازمة وهي محل بحث فيها. لو سلمنا بأنها نسخ في بعض الصور والمسائل فلا نسلم بلوازم النسخ التي يلتزمها بعض الحنفية. أصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فلا تكون ناسخة، بل زادت عليه، بدليل أنه باقي، لأن الرفع يقتضي إزالة الأول، هو باقي فقد زيد فيه قيد. نعم، لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لكان نسخا. لو تقدم حكم ثم ارتفع وأزيل هذا هو النسخ، أما أن يبقى عليه بقيد وزيادة فهذا ليس من النسخ في شيء. ويتبين هذا بمثالين. المثال الأول، قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه زيادة على قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج أي ناقصة، هذا أيضا يقيد ولا يخصص الآية، يقيد قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، لابد أن يكون أقل ما يقرأ وصورة الفاتحة. والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن هذا زيادة على قوله تعالى اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا باطمئنان، وللشارع أن يقيد ما يشاء بما يشاء. والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وهو مذهب الجمهور، الله تعالى يقول لطوفوا بالبيت العتيق ولم يذكر طهارة، لكن السنة بينت هذا، ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة وفعله دليل على الوجوب، وعند الحنفية فعله دليل على الوجوب على تفصيل في هذا، لأنه وقع بيانا لمجمل و المبين يأخذ حكم المبين كما ذكرنا. وعند الحنفية القراءة المطلقة هي الواجبة من قوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن، والفاتحة زيادة. شفت كيف زيادة الشارع قال صحيح مذهب الجمهور في هذا. والركوع المطلق هو الفرض من قوله سبحانه يركعوا واسجدوا، والطمأنينة زيادة،
الطواف المطلق هو الفرض من قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والطهارة زيادة. فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا للمطلقات الثابتة بالقرآن، والأخبار الموجبة لهذه الزيادات أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تكون ناسخة للقرآن لأن المظنون لا ينسخ المقطوع. وهذا كله تقدم الحديث عنه في دروس سبقت، ولا يسلم بهذا نسخ، بل هذا من الزيادة التي من باب التقييد أو التخصيص. ولو سلمنا جدلا بأنه نسخ فلا يسلم ما يدعى في ذلك من أن القطعية لا ينسخ بالظني، خاصة إذا حققنا أن طبيعة النسخ هي بيان انتهاء الحكم الأولي بدليل، حكم المنسوخ بدليل. يعني والبيان، وباب البيان أوسع من باب النسخ، هو من باب البيان. وبين القاصر من حيث السند والدلالة على ما يعتبر، لكن التحقيق هنا أنها ليست نسخا أصلا، وإنما هي زيادات، هي تقييدات وتخصيصات. نعم. التغريب يجب عندنا مع الجلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: جلد 100 وتغريب عام. يجب في الآية ليس فيها التغريب. نعم. جلدوهم 100 جلدة وليس فيها التغريب، لكن التغريب بينته السنة. والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور في القرآن وهو نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. والفرق، وهذا كله لا يسلم كما ذكر، ما مذهب الجمهور أقوى. والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو أن الزيادة في المثال الأول صفة في أصل المزيد عليها، والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليها. لا يقال إن الطهارة متميزة عن الطواف، يعني يفرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، وتكلمنا عنها، أشرنا إليه في فاتحة الدرس. عندنا زيادة متصلة بالدليل لا تنفك كالطهارة، فلما يشترط الطهارة في الطواف لا تنفك الطهارة عن الطواف، لأن الشرط أن يكون الطائف طاهرا متطهرا، فلا يتصور الانفكاك، بخلاف التغريب فإنه يتصور انفكاكه عن الجلد، تجلد ولا يجلد من غير تغريب. واضح. لا يقال إن الطهارة متميزة عن الطواف، قوله هنا لا يقال دفع لتوهم قد يتوهم، قد يقول قائل لا، الطهارة أمر منفك عن الطواف، منفك عن الطواف، قد يتوضأ وهو غير طائف، لكن ليس هذا هو المقصود. نحن لا نقصد بالطهارة هنا الوضوء أو الغسل، نقصد الصفة الحكمية التي تثبت للمكلف أنه طاهر. عرفوا الفقهاء بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيها أو له، كما قال ابن عرفة في الحدود. فالمقصود هنا الصفة الحكمية، هل يوصف بأنه متطهر أو غير متطهر، وليس المقصود الوضوء أو الغسل مما يقع عليه اسم الطهارة. نقصد بالطهارة الصفة الحكمية التي يتصف بها، التي يحكم بها للمكلف. نعم. لأننا نقول لسنا نعني بالطهارة الوضوء، بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف. ما نقولوش تطهر، لكن الآن هو غير متطهر، توضأ وأحدث، هو الآن ليس متطهرا. لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل، وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ، لأن العبادة المطلقة المأمور بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود. العبادة المأمور بها مطلقا من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود، يعني لا مانع من أن يقيدها الشارع بقيود بعد ذلك. فأجزأت ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد يعني قبل ورود القيد تجزئ، ولم يوجد، وبعد أن يوجد القيد تجزئ كذلك بضميمة ذلك، بشرط ذلك القيد. فإذا وجب القيد فلا يوجد رفع، بيقول لك أنا لا يوجد رفع حتى يقال بأنه نسخ، ولا يوجد أمد انتهاء كذلك أو بيان انتهاء، غاية ما فيه أنه زيادة قيد من الشارع الحكيم. نعم.
فإذا وجب القيد المعين كان زيادة على وجوب الأصل لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى، كما لو فرض زيادة صلاة سادسة أو نحو هذا مما تقدم ذكره، هذا كله ليس من النسخ في شيء. زين. المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أم لا؟ مسألة مشهورة عندنا، دليل منطوق، وذلك المنطوق له مفهوم، خلاص نسخ ذلك المنطوق هل ينسخ مفهومه معه أم لا؟ الصحيح أنه ينسخ معه، لأنه يلزم من زوال الأصل زوال فرعه، ويلزم من زوال اللازم زوال ملزومه، لأن ذلك المفهوم إنما وجد بوجود المنطوق، والمفهوم فرع عن المنطوق، فمتى ما هدم الأصل هدم فرعه. والمسألة مسألة نظر وبحث. أما مفهوم الموافقة فمثاله احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه ومن جرحه جرحناه. شوف عندك أنت بالإجماع الحر لا يقتل بعبده، لا يقتل بعبده لو قتل، لكن عند الأحناف مثلا الحر قد يقتل بعبد غيره، وبعبده لا يقتل به، لكن بعبد غيره لو أنه قتل آخر قتل عبدا فإنه يقتل به عند الأحناف، صح. فيأتي الحنفية يستدلون بهذا الحديث على تلك المسألة، يقولوا فيقول الأحناف يستدلون بالحديث: من قتل عبده قتلناه، ومن في بعض الروايات ومن جدع فهو جدعنا، قالوا من جرحه جرحناه. هذا حديث منسوخ عند عامة العلماء. ماذا يقول الحنفية؟ يقول لك إذا كان يقتل بعبده فلا أن يقتل بعبد غيره من بابه باب أولى. يقول لهم الجمهور: أنتم الحديث عندكم منسوخ مثلنا، أنتم تقولون بأن الحديث منسوخ، نحن وإياكم سواء في مسألة نسخ الحديث الأول، فإذا بطل منطوقه بطل مفهومه، فلا حجة لكم فيما تذهبون إليه. زيد. فإذا وجب ذلك في عبده فوجوبه في عبد غيره أحرى وأولى. العبودية من الأمور التي ارتفعت عن الأمة، والإسلام لم يأتي بالرق كما ذكرناه مرارا، الإسلام حارب الرق وسد منافذه، وأعظم منهج تعامل مع الرق هو منهج الإسلام، ارتقى به إلى مقامات عليا. كم من آية في كتاب الله وكم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ترغيب في تحرير الرقاب، حتى قاعد العلماء هذه القاعدة أن الشريعة متشوفة إلى تحرير النفوس. وقديما قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ملكتهم أمهاتهم أحرارا. والمسالك التي أو الطرق التي يثبت بها الرق كانت كثيرة في الجاهلية، لما جاء الإسلام سدها كلها إلا سبيلا واحدا وهو الحرب والقتال، وهذا فيه كلام كثير، حتى الحرب والقتال فيه كلام كثير وتأصيل شهير عند العلماء. زيد. فيقول أصحابنا: هذا الخبر منسوخ عندكم لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بعبده. والجواب عندهم أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب، وإن كان بفحواه أي بمفهوم موافقته، بمفهوم الموافقة فيه، أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب وإن كان أصله منسوخا، إذ لا يلزم نسخ الفحوى من نسخ أصلها. وأما مفهوم المخالفة فمثاله، هو المفروض يقول العكس إذا وقع فيه قلب: إذ لا يلزم من نسخ أصل الفحوى نسخها، لكن احنا نقول لا يلزم، احنا لولا الأصل لما كانت تلك الفحوى، المفهوم تابع للمنطوق.
وأما مفهوم المخالفة فمثاله احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير فرض، بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فمفهومه أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض. هي لغير الوالدين والأقربين غير فرض، ولا يطالب بها المكلف، مفهوم الآية. أيوة، وش يقولون الآخرين؟ ويقول أهل الظاهر: هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وإذا كانت منسوخة فلا يتم لكم الاستدلال بمنطوقها ولا بمفهومها. والتحقيق أن هذه الآية الوصية تحقيق أنها منسوخة بآية المواريث وبضميمة هذا الحديث: لا وصية لوارث. والجواب عند أصحابنا أن الآية لها جهتان في الدلالة: جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى. هذا القول بالانفكاك الجهة، لكن هذا محل نظر، لأن انفكاك الجهة ها هنا لا أثر له. القول بانفكاك الجهة لا يكون مؤثرا دائما، لك لا، لكن الجهة منفكة. معليش، طيب حتى ولو كانت منفكة، على بالي واضح أنها منفكة، جهة المنطوق غير جهة المفهوم، لكن محل النظري أن جهة المنطوق جهة المفهوم لا تثبت إلا بناء على جهة المنطوق، فإذا نسخ المنطوق نسخ بجهته بمنطوقه ومفهومه. زين، ولا مانع، صحيح من حيث النظر العقلي لا مانع من أن ينسخ المنطوق ويبقى حكم المفهوم، عقل لا مانع، لكن بالنظر في الشرع إذا نسخ الدليل نسخ مدلوله في الجهتين بمنطوقه و يقولوا منسوخ، يعني إذا نسخ الدليل معناه نسخ العمل بالدليل، نسخ مدلوله في جهة المنطوق وفي جهة المفهوم، فالادعاء أن الذي نسخ هو منطوقه فقط دون مفهومه هذا يحتاج إلى دليل، هذا كأنه تحكم، تقول نسخ خلاص ملغي، فكيف ينسخ بجهة ويبقى على جهة؟ فنحتاج إلى دليل على بقاء تلك الجهة. مسألة الثالثة: ألم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه منها متفق عليه ومنها مختلف فيه؟ مسألة مهمة. ما يعلم به النسخ، ما يعلم به النسخ، أو ما يثبت به النسخ، وجوه كثيرة متفاوتة من حيث القوة والضعف. قول: فمن ذلك أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالصريح كقوله صلى الله عليه وسلم، أي بالصريح أي بالنص الصريح، وهذا من أقوى طرق إثبات النسخ. هل يقول لها طرق إثبات النسخ؟ لها تعبيرات يعبر عنها بتعبير. هذا من أقوى الطرق المثبتة للنسخ، أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا، على الناسخ والمنسوخ، يقول هذا، يعني يفهم من كلامه أنه هذا منسوخ وهذا ناسخ. قول: كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها. واضح. وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. الانتباذ حكمنا ما ذكرناه، أن ينبذ في الماء والشراب تمر أو نحوه. وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. واضح. فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ. ومما احتج به بعض أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. مثل بهذا المثال ثانيا لأنه في القوة دون الأول، وظاهر الكلام كما سيأتي أنه تنصيص على النسخ، لكن يدخله الاحتمال حيث الدلالة، أي الذي نسخ هو جانب دون آخر، فلذلك كان في القوة دون الدليل الأول. فتقول الحنابلة: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت أخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. كنت قد رخصت لكم، فإذا جاءكم كتاب، هذا حديث عبد الله بن عكيم، قلنا هو تابع عبد الله بن عكيم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسلم بعده، وذلك هو في التابعين، معدود في التابعين. الشاهد قال: إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من البيتة بإهاب ولا عصب. فهل هذا ظاهره نسخ الحديث الأول، وبعضهم لم يقل بالنسخ وآثر الجمع،
قال هذا يحمل على الجلد غير المدبوب، والأخر لأنه هذا أيما إهاب، أو قال فلا تنتفع ما ليس بإهاب، والإهاب اسم للجلد غير المدبوغ. وفي الحديث الآخر أيما إهاب دبغ. فهنا من العلماء من سلك مسلك النسخ كما يوحي به ظاهر النص، ومنهم من آثر الجمع لأدنى احتمال، قال لك معليش لكن هنا قال الإهاب، والإهاب هو الجلد غير المدبوغ وهو الذي محل المنع والتحريم، وأما الآخر فهو الجلد المدبوغ، فيحمل كل دليل على معنى. والجواب عند أصحابنا أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه حين مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قيل يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، فلما أباح صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلدها إباحة مطلقة من دون تقييد بدباغ أشار في هذا الخبر إلى تحريمه لا إلى تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدباغ. والذي يدل على ذلك أن الإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب إنما أشعر بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا. وبقي التردد بين الفقهاء وقد مضت معنا هذه المسألة. ومن ذلك أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم وإن لم يعلم الناسخ. ومن ذلك من طرق معرفة انعقاد الإجماع على عدم العمل بالمنسوخ مع عدم العلم بالناسخ. لكن لماذا اعتبره العلماء؟ قالوا لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، والإجماع حجة كما سيأتي، إجماع في الجملة حجة وستأتي تفصيلات تتعلق به. فالإجماع عندنا ليس بناسخ ولكنه متضمن للناسخ، لأنه الشرط في الإجماع كما سيأتي أن يكون له مستند يستند إليه، فالناسخ في الحقيقة ليس ذلك الإجماع وإنما هو الدليل الذي استند إليه الإجماع، فتحقق أنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه، لكن ذلك الدليل قد يظهر وقد يخفى في بعض الأحيان. ومثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، والحديث في ذلك صحيح، كيفاش يقتل؟ وهذا عند العلماء بالإجماع منسوخ بالإجماع بلا خلاف، وحكى في ذلك الإجماع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هو من أشهر من حكى الإجماع على أن هذا غير معمول به. نعم. ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ. يحد 40 كما هو معروف، أما القتل فمنسوخ، هذا مذهب الجمهور وحكي فيه الإجماع، حكاه غير واحد أو حكاه الشريف التلمساني وحكاه قبله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهناك من العلماء من سلك مسلك الجمع وقال لك الأصل عدم النسخ، الأصل أنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل، وحملوا ذلك على التعزير، لأنه أصل حد شارب الخمر، كثير من العلماء يقول هو من باب التعزير ولم يرد تنصيص على حد شارب الخمر في كتاب الله، إنما هي يعني بعض الأحاديث وكثير من أقضية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، قالوا على ذلك يرجع إلى اجتهاد الإمام وقد يصل به الأمر إلى قتله. لكن استشكل أن يكون التعزير بالغا حد القتل حد إزهاق النفس، هذا محل خلاف أصلا، هل يبلغ التعزير مبلغ الحد أو يتجاوزه أم أنه لا يصل إلى مقدار الحد؟ للحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان.
كل شكل الشيخ شوية بل بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ولذلك قدمه مالك رحمه الله تعالى على الخبر. ومن هذا عندنا مما يثبت به النص، مما يكون قرينة على النص، عمل أهل المدينة، لأنه في قوة نقل الجمع عن الجمع عن الجمع، ألف عن ألف كما قال ربيعة، ربيعة الرأي رحمه الله. فأحيانا يستدل على ثبوت النسخ بعمل أهل المدينة، خاصة فيما كان طريقه النقل، ما كان طريقه النقل فإن عمل أهل المدينة حجة فيه باتفاق، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وأما إذا كان في المسائل الاجتهادية، مسائل الرأي والنظر، فليس عمل أهل المدينة حجة على غيره، أوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. عمل أهل المدينة على ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقسم إلى أربعة أقسام: ما كان طريقه النقل وهو حجة باتفاق. طريقه النقل يعني كمقدار المد والصاع وصيغة الأذان، يعني أشياء ليس من شأنها أن يجتهد فيها أهل المدينة اجتهادا يختص بهم، طريقها النقل. هذا القسم الأول. القسم الثاني عمل أهل المدينة أو العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، أو حجة عند الجمهور، إذ لم يعلم بالمدينة مخالفة للسنة. ما شاء الله، كاين شيء مثل كاين، معليش احنا رانا فرحانين بالأولاد في المسجد، ذكرت المسجد النبوي ما شاء الله. أيوة قول لي، قلنا واش القسم الثاني؟ قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، قال لك هذا حجة عند الجمهور، علاش؟ لم تعلم مخالفة للسنة قبل مقتل عثمان. القسم الثالث وهو قسم يصلح في مقام الترجيح، عمل أهل المدينة في المسائل الاجتهادية، هو ليس حجة بإطلاق لكن قرينة مرجحة عند الشافعية والمالكية وغيره. هذا القسم بمعنى الذي ليس مما طريقه النقل وليس من العمل القديم قبل مقتل عثمان، لكنه وقع بعد مقتل عثمان، بعد أن وقع الخلاف، فإنه يكون قرينة مرجحة
إذ أهل المدينة، إذ مذهب أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. هذا حنبلي راه يقولها شيخ الإسلام رحمة الله، هو من أهل الإنصاف يشهد بهذا أن عمل أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين تابعيهم والله ما نشاف إلا قالها لا مزدح. قال أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. علاش؟ لقرب العهد، لقرب العهد زمانا ومكانا. يبقى القسم الرابع العمل المتأخر بالمدينة مطلقا، هل هو حجة؟ لا، ليس حجة على غيره، وإنما ينظر فيه إلى القرى. يعني القول بأن عمل أهل المدينة حجة مطلقا هذا قول فيه نظر، وإن قال به بعض المغاربة من المالكية وبعض المتأخر. للحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين.